اليوم عند الغروب أخذنا أبي إلى سطح البيت لنرى القمر في السماء. استطعت أن أميزه في الأفق رغم أنه كان رقيقا وضعيفا. قال أبي: انظروا، هذا هلال شهر محرم الحرام. تأملت الهلال، كان جميلا لكنه كان يبدو حزينا، أو ربما هكذا شعرت في داخلي. قال أبي: هلال شهر محرم مختلف عن هلال شهر رمضان وعن هلال العيد أو هلال أي شهر آخر، فهلال شهر محرم الحرام يدعو إلى الحزن، إنه شهر الحزين. وبعد صلاتي المغرب والعشاء فكرت في نفسي، أنا أحب الحسين عليه السلام وأحب أهل بيتي الطاهرين، إنني أتألم لما حصل معهم في كربلاء، أشعر بالحزن والحسرة في قلبي. سيدي يا حسين، أريد أن أخبر العالم بأني لن أنسى، وأني في كل عام سأحيي ذكرى عاشوراء الأليمة. ترى كيف أفعل ذلك؟ كيف أستعد عند دخول شهر محرم؟ وكيف أعبر للناس عما بداخلي من حزن وأسى؟ السلام عليكم أصدقائي، وأحسن الله لكم العزاء بدخول شهر محرم الحرام، شهر الحزن والأسى. تدرون أحبتي، شهر محرم هو أحد الأشهر الحرام اللي منع فيها القتال، لكن للأسف أعداء الله ما راعوا حرمة هذا الشهر الفضيل، قتلوا فيه سط النبي الكريم صلى الله عليه وآله وحفيده الوحيد في ذلك الوقت، وما اكتفوا بقتل الحسين عليه السلام بل قتلوا أهل بيته وعياله وأصحابه في واقعة كربلاء، وكانت مذبحة عظيمة جدا ما راح ينساها التاريخ أبدا. بعض أعداء الله ينسون ويتناسون واقعة كربلاء ويعتبروها مجرد حدث عادي وعابر، لكن شاء الله لهذه الحادثة أن تدوم وتبقى راسخة في أذهان الناس رغم مرور سنوات وأجيال عديدة، وإن شاء الله نحن نكون من اللي يتجهزون ويتهيئون عند دخول شهر محرم لإحياء هذه الليالي والأيام العظيمة، حتى نراوي العالم أننا حسينيون وأننا ما ننسى قدوتنا وسيدنا وأن الحسين حي في قلوبنا. في واقعة كربلاء حضر مع الحسين عدد بسيط من أنصاره وأهل بيته، وكان من بينهم أطفال، وللأسف ما قدرنا الله أن نستشهد معهم فداء للحسين عليه السلام، ولكن نحن اليوم بإمكاننا أن نتابع المهمة ونرفع رايات الحزن على الحسين. ففي بداية شهر محرم نقدر نساعد أهالينا في رفع الرايات والشعارات الحسينية على منازلنا ومآتمنا، وبإمكاننا أيضا أن نغطي بعض جدران منازلنا بأقمشة سوداء حتى ننشر طابع الحزن في أنفسنا وفي أنفس الآخرين أيضا. والسواد أحبتي لا يقتصر على الجدران ورفع الرايات والشعارات الحسينية على المنازل والمآتم، بل بإمكاننا أيضا نحن أن نلبس السواد وأن نظهر الحزن في وجوهنا ونلبس الشعارات الحسينية مثل لبيك يا حسين وحسيناه وشهيداه أو غيرها من العبارات اللي تذكرنا وتذكر من هم حولنا بمصيبة كربلاء وبالحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام. إذا عزيز الفتى وعزيزتي الفتاة الحسينية، اغرسوا الحسين في قلوبكم وتذكروا مصيبته دائما، خصوصا عند ظهور هلال شهر محرم في سمائنا. انشروا صور الحزن، ارفع الرايات السود، والبس السواد،
ونادوا في قلوبكم وبأصواتكم لبيك يا حسين لن ننساك يا حسين. هكذا أنتم تخبرون العالم بحبكم للحسين عليه السلام. أستودعكم الله أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.